محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. رجل عظيم من عظماء المغرب يغادرنا اليوم، ومناضل وطني تقدمي ديمقراطي يفقده حزبه اليوم، ولذلك نشعر بألم كبير. وهذه القمة الهائلة تغادر إلى دار البقاء، لأن خالد الناصري من طينة المناضلين الكبار، خالد الناصري من الذين بصموا التاريخ المعاصر المغربي وبصموا أيضا تاريخ حزب التقدم والاشتراكية منذ عقود من الزمن. خالد الناصري منذ السنوات الأولى من شبابه في الستينيات من القرن الماضي التحق بحزب التقدم والاشتراكية منذ ذلك الحين، وهو في الواجهة وفي الصفوف الأمامية يناضل من أجل الوطن، ويناضل من أجل استقلال هذا الوطن، ويناضل من أجل الوحدة الترابية، ويناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ويناضل من أجل إقرار العدالة الاجتماعية في هذا البلد السعيد. هكذا كان في خالد الناصري، لامع في كل الواجهات، في واجهة العمل السياسي كما في واجهة الترافع القانوني، حيث كان محاميا بارزا يدافع في القضايا الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان. كان قلما رائعا متميزا بصم صحافة حزب التقدم والاشتراكية، وكان له مسار هائل على هذا المستوى إلى أن تحمل مسؤولية وزارة الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. خالد الناصري مناضل حقوقي غيور، ساهم في إنشاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وخالد الناصري كانت له آثار أساسية في التحول الذي عرفه حزب التقدم والاشتراكية في تأقلمه مع الواقع المغربي. هكذا كان خالد الناصري، وشخصيا أفقد فيه أخا ورفيقا وصديقا، عملنا معا، نضلنا معا، كافحنا معا، واليوم سنحاول في حزب التقدم والاشتراكية أن نكون أوفياء لكل ما أعطاه، وأوفياء لقيمه وأخلاقه ومبادئه وتوجهاته، وسنكون إلى جانب أسرته الصغيرة حاملين لكل ما كرس له حياته من أجل الدفاع عنه رحمة الله عليه.